نزلت بالانترنت عن طريق واحد من الاخوان. اي تعريف انا حاط اقول لك جزيل التحايا والثناء والسلام من خليل ابراهيم الناصر الشبرمي. البطاقه سعودي والقبيله سلام ودار جدي سميره والتمي منتمي. لا قلت شيء ولا انا فلان ابن فلان مدير الفلانيه. جاء واحد مدري كاتبين الا والله تعليقات وكلام يعني ما هو انا والله لا تعرض لاحد. وانا قلت فلان ابن فلان مدير الفلانيه. الحاصل هو كاتب يقول هي هي الشاعر اللي خلاص ادفع ذلولك انتبه لا يطيح اشدادها. قلت لا ما هو طايح من اشداد ما عليك بس تجود. قل لك جزيل التحايا والثناء والسلام من خليل ابراهيم الناصر الشبرمي البطاقه السعودي والقبيله سلام ودار جدي سميره والتميم انت من غير قصور في جميع الحمايل والقبايل. ربعي اللي على الدجال شذرة حسام في صحيح البخاري واحمد ومسلم وما اعتقد من يهيم بحب ربعي هلام كل حي بناسه يفخر ويحتم الرجال بخبوره والبلد به نظام الطول الارقاب سيف الرجال بخبوره والبلد به نظام لو سمعنا هدير ولو سمعنا رمي طول الارقاب سيف وللمناخر خزام وللسبوده المغله خنجر الحضرمي زام مدع القوافي والطريق استقام غردي يا الحمام ويا الغمام ارزمي يا ذنوني دفعتت بالسعه والزحام زرفني فوق صدر الحاقد ودرهمي ما يميل اشداد ولا نفك الخطام لو يثور الجسام ودربة ملغمي يا عميري توقع واحذر الاصطدام طعني ابعد ولا تنبش ولا ترجمي كل شيء له مو ترك دام دربه بين جرف وعدام انتبه للدي ترماه لا يحتمي كابتن الطائرة لقلع والاجواء عسام لا تذكر هبوط الطائرة يندمي كل شيء له الله لا يهينك مقام وحكمة الصمت حكمة والحكيم ابكمي الانا محترمها تحترم كالانام والحقر تلا وادم ما احترم كادم يا ابن الاجواد جنب عن ملام العلام لا تطيح البصيرة والبصر ينعمي العن ابليس وابعد يا بعيد المرام السلامة غنيمة حظ من يسلم بنكر انا بغيت الصرف وقت الدوام لا صرف الشيك بالدينار والدرهمي ولا نطق الكلبشه دام الامر اتهام لين نلقى الدليل وبصمة المجرم من زرع تنشا وكي ما جرى تنشا وبترنا العام جلدت هالسنه ترجم لا تعدى الحدود ولا تعض الفهام الله اللي بخلقه والعباد اعلم ندمح الاولى وتروح برد وسلام طعني ابعد ولا تنبش ولا تردم واعرف اللي على العيال شرس انتقام وافهم اليعربي وترجم الاعجم من تبصر تعلم والليالي علام والزمن مدرسة ودروس ومعلم والمواقف تجارب والعرب مضى كم غشيم فهم لو كان ما يفهم قالوا الذيب لمعة والخلائق نعام وسنا به وخلوها الرجال أثرا احذر العاقبة والعاقبة بالختام تلعق الدبس ولا تجرع العلقم وراعي الدين لا منه لوى الالتزام سدده قصد قصد ودفعه مقدم وتسال راسه عنيد وبالخطا مستهام يضربه بالصفات ويشرب القلج ان حسينا ندمنا وسكتنا حرام تايه الراي لازم يردع ويلجم والجميع القبائل فالفؤاد احترام واحمد الله تعالى دامني مسلم. سلام عليكم.